حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا حلقه النهارده، حابب اقدم رساله شكر وتقدير لكل الناس اللي اشتركوا معانا في القناه، والناس اللي بتكلمني على الخاص وبتشكرني على الاعمال اللي بنقدمها لحضراتكم. ربنا يجزيكم عنا كل خير، وشكرا على الكلام الجميل والحلو اللي بتقولوه في حقنا. والحمد لله رب العالمين. وانا عايز اقول لكم على حاجه، ان احنا من غيركم ولا اي شيء خالص. وطبعا بنشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا وتحفيزكم لينا وتشجيعكم لينا بكلامكم الطيب في حقنا، ودي نعمة من عند ربنا نحمد ربنا عليها والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله رجعنا لكم النهاردة بموضوع ممتاز جدا. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن التحفيز. طبعا ما فيش اتنين يختلفوا على اهمية التحفيز ودوره الفعال جدا في فترة السباقات، وما له من تأثير ايجابي ومؤثر جدا في النتائج بإذن الله. تمام، إن شاء الله موضوعنا النهاردة هنقسمه إلى عدة نقاط زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، بحيث إن الأمور تبقى مترتبة قدام حضراتكم. لو حضرتك هتكتب معايا ولا حاجة، تبقى كل حاجة قدامك عبارة عن نقاط. تمام، أول شيء حابب نتكلم عن أو نقول نبذة مختصرة كده عن ما هو التحفيز وما هو الغرض منه. هنقول بكل بساطة إن التحفيز هو وضع هدف للطير لكي يعود الطير الى مكانه باقصى سرعة ومن اقصر مسافة. تمام، يعني كل ما كان الطير متحفز اكتر، كل ما كانت بتفرق مع الطير في خلال رحلة العودة. يعني حضرتك لو جيت تقارن، يعني هنديلك مثال بسيط كده، لو جيت تقارن طير رايح السبق بتاعه تحت تحفيز معين، وفي طير تاني انت وديته السبق بدون تحفيز، تمام، بتلاقي ان الطير اللي له حافز او له دافع ان هو يرجع له بيرجع اسرع وفي وقت اقل من الطير اللي هو طالع بوضع عادي ما فيش اي محفزات له تشجعه ان هو او تشحن من قوته ان هو يقدر يرجع لك باقصى سرعه. يعني هدي لك برضو مثل بالبلدي كده، حضرتك لما تكون مثلا راجع من الشغل بتاعك مفيش اي مشاكل عندك في البيت والامور عادي، فانت ممكن لو اي حد وقفك في الشارع ممكن تقف معاه وتتكلم معاه مفيش مشاكل خالص. تمام، على النقيض بقى، لو جالك تليفون من البيت قبل ما تطلع من الشغل قال لك مثلا ده في ضيف مستنيك او منتظرك في البيت عندنا، او مثلا والدك لا قدر الله في مشكله او اخوك عنده مشكله، تمام، كده انت بتطلع من الشغل على طول دايركت واخد قرارك ان انت رايح على البيت مهما يقابلك من عقبات، ومثلا ممكن اي حد يوقفك هتعتذر منه ومش هتقف معاه يعني وقت زي ما كنت هتقف في الاول. طبعا ما فيش اي مشاكل عندك فانت هتقف واخد راحتك معاه. تمام، فلذلك في هدف او في غاية قدامك، او انت حاطط او في حافز مخليك عايز ترجع البيت على طول، فهتيجي تبص تلاقي الوقت اللي انت كنت هترجع فيه في الحالة الأولى بدون أي اتصالات هتلاقيك بترجع عادي وممكن تتأخر ما فيش مشكلة، لكن لما جالك الاتصال فالاتصال ده عمل لك نوع من الاستعجال إن أنت ترجع بأقصى سرعة. تمام، فهو ده بالظبط اللي بيعمله التحفيز أو الحافز اللي بنقدمه للطير أو بنكون مدربينه عليه قبل السبق. تمام، فالحافز بيساعد الطير على الوصول والعودة إلى اللوفت بتاعه في أقصى سرعة يملكها بإذن الله. تمام، أداء الطير خلال السباقات بيتوقف على أو الشرط الأول في تحقيق ما تريده من الطير هو الصحة التامة للطير، إن الطير يكون بيتمتع بصحة وتكون الصحة في أفضل حالاتها، يعني تكون الطير بيتمتع بصحة جيدة ومن ثم سيصل إلى الفورمة، من ثم سيصل إلى الجاهزية. لو مفيش صحة مش هتيجي الفورمة، مش هتيجي الجاهزية. تمام، هنقول لحضرتك برضو نقطة مهمة، عند الانطلاق من نقطة اطلاق الطيور بنجد ان الطيور كلها يعني بحكم ان الطير الحمام طير اجتماعي، بتلاقي الطيور كلها طايرة في شكل كتف واحد، يعني تلاقي رتم السرعة واحد. تمام، سواء كان الطير متحفز او مش محفز بتلاقي السرعة برضو معدلها واحد. بتفرق امتى بقى؟ يعني عندما يصل الطير الى مسافة ما يقارب من 25 كيلو الى 30 كيلو، بحد اقصى 50 كيلو، بتلاقي المسافة دي هي اللي بتكون بيترتب عليها الحد الفاصل ما بين الطير الفائز والطير اللي لم يفز. تمام، بتلاقي الطيور المتحفزة بيجي هنا الدور الفعال بتاع الحافز بيشتغل في
المسافة دي الطير المتحفز بتلاقيه بيعمل سبرنت أسرع من الطير المش متحفز أو الذي يطير بدون حافز، تمام؟ فبتلاقي الطيور بتكسب بسبب التحفيز اللي هي أو اللي احنا شغالين عليها بيه، تمام؟ فبتلاقي الطير المتحفز ده ممكن يكسب مركز أول بفرق ثانية أو اتنين، وبيكون السبب في كده الحافز اللي الطير راجع بيه، تمام؟ الحافز كمان كل ما كان قوي كل ما كان الطير عنده ملكة سرعة التحبيس. سرعة التحبيس دي بتبقى خصلة مكتسبة حضرتك بتعودها للطير من صغره، لذلك في الفيديوهات الأولى كنا بنقول لحضراتكم وبنأكد على حضراتكم إن لازم الطيور تعرف إن هدفها من الخروج من اللوفت فقط الطيران، والهدف التاني بعد ما بتخلص حصة الطيران هو فقط التحبيس. بنعودها ازاي في الفترة دي؟ من خلال الكلفة وان الطيور تطير على جوع، وبنكون متحكمين في طيورنا من خلال الاكل والشرب، تمام؟ لذلك فعملية التحبيس دي بتكون خصلة مكتسبة ملهاش دعوة بدم الطير ولا بسلالة الطير، دي خصلة انت حضرتك اللي بتعلمها للطير بتاعك، تمام؟ وكل ما كانت المحطة متعبة على الطير بتلاقي الطير بيجي ينزل يحبس على طول، بس بشرط ان هو برضه بيكون حابب او متعود على التحبيس السريع. هنتكلم دلوقتي مع حضراتكم في اشكال التحفيز وفكرته. فكرة التحفيز تقوم على حب الطير لمكانه وان هو بيجد الراحة والامان وحبه كمان لصاحبه، تمام؟ لو الحاجات دي فيها اي كسور او مش مظبطة مع الطير، الطير بيبقى طاير مش عايز يرجع. يعني مثلا لو المكان بتاعه مش نظيف او التهوية بتاعته مش نظيفة، فالطير بيبقى قاعد في اللوفت مخنوق، فالطير مش هيكون عنده الدافع ان هو يرجع لمكانه. دي فكرة التحفيز، ان هو اصلا بيكون محب لمكانه من راحة، امان، نظافة، حبه لصاحب الطير. صاحب الطير مش بيعمل له نوع من الازعاج بشكل مستمر، تمام؟ كل دي عوامل مؤثرة جدا على الطيور وعودتها من السباقات، تمام؟ طبعا لطرق التحفيز طرق كثيرة جدا ومتنوعة وغريبة، يعني سمعنا قصص كتير جدا في طرق تحفيز الطيور للعودة من أبطال أوروبا ومن أبطال برضو عرب، سمعنا قصص جميلة وشيقة جدا، تمام؟ وأغلب الطرق بيكتشفها اللي صاحب الطير من خلال فترة جلوسه مع الطيور بتاعته ودراسة كل طير ودراسة سلوك كل طير وشخصية كل طير على حدة. المربي بيقدر يعرف الطير بيحب ايه وبيكره ايه، ايه الحاجة اللي بتخليه يبقى عنده غيرة اكتر، ايه الحاجة اللي تديله الدافع اكتر عشان يرجع بسرعة عشان خاطرها. طرق التحفيز ليس من المؤكد ان ما تم تنفيذه عندي سيتم تنفيذه عندك وبنجاح، انت حضرتك بتاخد الفكرة وبتطبقها حسب السلوك اللي انت درسته للطير بتاعك. يعني ممكن برضو الطريقة اللي هقول لحضرتك عليها بتنفع مع طير وطير لا، يعني مش شرط انها نفعت مع طير معين انها تنفع مع طير تاني، تمام؟ لازم حضرتك تبقى واخد بالك من النقط دي، وكل ده هتكتشفه من خلال التجربة. يعني هتسمع مني وبتجرب على الطيور بتاعتك من خلال الحصص التدريبية الخارجية، بتقدر حضرتك بتعود الطير على الحافز اللي احنا هنشتغل عليه بيه في وقت السباقات. فلازم ان حضرتك تكون مدرب الطير بتاعك على الحافز اللي هتشتغل بيه عليه في فترة السباقات عشان ما يحصلش نوع من المفاجأة للطير، تمام؟ او ممكن طبعا لو حصل له نوع من المفاجأة ممكن يؤدي الى نتيجة عكسية، ان الطير يكون متحفز مثلا او انت شايل منه الانثى بتاعته، ده ممكن يبقى عامل له نوع من التوتر وممكن الطير يروح السبق ما يرجعش. لكن لو حضرتك مدرب الطير على الحافز ده من قبل كده خلال الحصص التدريبية الخارجية اللي قلنا عليها، تمام؟ يعني من 50 كيلو 100 كيلو وهكذا، لازم حضرتك تكون معود الطير بتاعك على الحافز اللي هو يشتغل بيه خلال فترة السباقات، تمام؟ ولازم حضرتك قدر المستطاع توازي ما بين فترة تواجد الحافز او الفترة المثلى ان انت تقدر تستخدم فيها الحافز مع ميعاد السبق. يعني في طيور مثلا بتكون بترجع بسرعة وهي على البيض، فلازم يكون الميعاد متناسب مع ميعاد السبق عشان تقدر تستغل الحافز صح وتقدر تطلع بأعلى وأفضل أداء من الطيور بتاعتك.
ننتقل الآن إلى كيفية تحفيز الطيور في المراحل العمرية المختلفة. أول نقطة هنتكلم على مرحلة الزغليل. بيتم التعامل مع الزغليل ودخولها في مود السباقات من عمر 5 شهور إلى 8 شهور أو 9 شهور، لكن بشرط إن حضرتك بتكون معود الطيور من صغرها على التدريبات الخارجية. لازم حضرتك تهيئ طيورك وتخليها تتكيف مع أجواء الأقفاص منذ الصغر، وكمان على التدريبات الخارجية وهي داخل الأقفاص من مسافات قريبة، مثلا من 20 كيلو 30 كيلو وصولا 50 كيلو مثلا. تمام، المهم إن حضرتك تكون رسخت فكرة التدريبات، وإن الطيور بتبدأ تنشط لها حاسة التوجيه وحاسة العودة إلى اللوفت منذ الصغر. ده بيكون له مردود كويس جدا على الطيور دي فيما بعد في السباقات. وحضرتك لو قارنت ما بين مجموعة كانت بتتمرن من صغرها وما بين مجموعة مثلا عدت الـ6 شهور أو الـ7 شهور بدون تدريبات، بتلاقي نتيجة المجموعة اللي بتتدرب من صغرها دي أفضل بكتير من المجموعة اللي ما كانتش بتتدرب من صغرها. تمام، بل ان ممكن تلاقي كمان في نسب فائدة كتير في المجموعة اللي اتدربت في سن كبير، يعني مثلا 6 شهور 7 شهور، ممكن تلاقي في فائدة كتير بيحصل، لان الطيور ما بيبقاش عندها المرونة مع اجواء السباقات، مش متعودة على الامور او مش عارفة ايه المطلوب منها. بمعنى صح، في مثل بيقول تعليم في الصغر كالنقش على الحجر. الحاجة اللي هتعلمها للطير بتاعك منذ الصغر هتفضل طبع مترسخ فيه مدى الحياة. تمام، طبعا بنستغل في الفترة دي حب الطير لمكانه، تمام، من حيث الراحة، من حيث حبه لصاحبه، من حيث النظافة، من حيث الترتيب لللفت من الداخل. يعني كل طير مثلا له البرش او الاستاند اللي بيقف عليه الخاص بيه، فالطير حاسس بنوع من الخصوصية وحاسس بنوع من الراحة، فده بيديله دافع وحافز ان هو اصلا يحب المكان والعودة ليه مرة تانية. تمام، وبنستغل كمان حافز عنفوان وحب الطيران بجنون في الفترة دي. كل دي عوامل بتساعد الطيور في المرحلة اللي هي من 6 شهور و7 شهور دي، ان الطيور دي تأدي معاك اداء كويس وانها تكون جاهزة معاك لدخول في سباقات اللي هي بتبقى عمر السنة. الطيور بتبقى مثلا دخلت في عمر السنة خلاص، بتكون الطيور دي خلاص متأهلة وعارفة هي بتعمل ايه وحافظت ايه المطلوب منها منذ الصغر. ننتقل الى المرحلة التانية اللي هي مرحلة الشبابات او مرحلة الشباب، ودي فترة مميزة جدا حيث يمكنك شحن همة الطيور. بدأ كل جنس من الطيور يظهر، يعني بدأت حضرتك بتعرف الذكور من الإناث. تمام، وبدأت تلاحظ ان كل جنس بدأ يميل الى الجنس الاخر، فده بيكون حافز كويس جدا اللي هو الحافز الجنسي. تمام، بنبدأ بنخلي الطيور بتلتقي قبل السبق مثلا او التدريب، زي ما قلنا احنا بندرب الطيور على الحافز ده من قبل السباقات عشان تكون ضامن ان الطيور فاهمة ايه المطلوب منها. تمام، حضرتك بتبدأ تدخل الاناث على الذكور، بتلاقي في نوع من الالفة، بتفتح مثلا بعض العيون كده بيكون الجو فيها مظلم بعض الشيء. تمام، او ممكن حضرتك تعمل بوكس صغير كده وفي طاقة، بتلاقي الذكور بتدخل اوتوماتيك، تدخل بتعمل بقى بتزوم للاناث جوه وبتمكن للطيور الاناث تلقائي، بتلاقي الاناث بتيجي تدخل عايزه تدخل للذكور جوه. فطبعا كده هما بيجي ليهم انطباع ان خلاص بقى عايزين ايه، بيتشجعهم على التكاثر وكده، فده احنا كده بنستخدم الحافز الجنسي. تمام، فبعد كده خلاص الطيور اتأهلت وعرفت بقى ان مثلا خلاص المكان بيتأهل ان هما ممكن يبنوا عش او كده، حضرتك بتاخد الطيور دي بتستغل الحافز الجنسي في هذه السباقات. تمام، وبتبدأ تطلق الطيور سواء الذكور او الاناث، كله بيرجع بسرعة عشان يلحق المكان اللي انت مجهزه عشان بناء العش الجديد. تمام، فكله بيرجع على امل ان هو يلتقي بالانثى او يحظى بالانثى او الانثى تحظى بالذكر وتبدأ حياتهم الطبيعية في مسارها. اغلب اللي هو بيستغله هذا الحافز وهو الحافز الجنسي في فترة الشباب. تمام، وبينتج عنه نتائج مميزة جدا في سباقات السرعة والوسط. تمام، طبعا بيكون مستخدمين شغف الطيران والعنفوان عند الطيور ايضا، وايضا النشاط الجنسي عند كلا الطرفين.
ننتقل دلوقتي لعمر ما فوق السنة، اللي هو يعني الطيور مثلا لو هي عندها سنتين أو ثلاثة، هذه فترة يكون فيها الحمام فهم أو أتقن ما هو المطلوب منه بشكل 100% أو بصورة 100%، تمام، واكتسب خبرة في عالم السباقات والتدريب. لذلك يجب اللعب على حافز يقوي ويمكن الطير من العودة بأقصى سرعة ومن أقصر مكان أو مسافة بإذن الله، تمام. طبعا هي بيختار هو أقصر طريق طبعا بناء على الخبرة السابقة له من الأعوام السابقة في السباقات. هنبدأ نلعب على عامل الغيرة والسلطة. ممكن نجيب أو ندخل ذكر تاني في العين بتاعته والأنثى في حين وجود الأنثى، تمام، ونخلي الذكر اللي هيدخل السباق ده يشوف الذكر التاني هو داخل على الانثى بتاعته في العين بتاعتها، تمام. بعد كده بنمسك الذكر اللي هو اللي هيروح السبق، بنحطه في القفص بتاعنا. طبعا هو كل اللي في دماغه او اللي لسه عالق في ذاكرته ان في ذكر غريب داخل الايه العين بتاعته متواجد مع الانثى بتاعته، فطبعا بمجرد الاطلاق الطير بيرجع. طبعا بنكون مدربينه زي ما قلنا على الاسلوب عشان ما يحصلش نوع من الحالة النفسية أو العصبية للطير قد تؤدي إلى فقد الطير، تمام؟ فالطير بيطلع من القفص متوجه على البيت بأقصى سرعة عنده ومن أكثر طرق ممكنة عشان يقدر يروح يدافع على مكانه وبيدافع الغير على مكانه والأنثى بتاعته كمان، فتلاقي الطير ده بيرجع وبسرعة، تمام؟ في حيلة أخرى كمان إن إحنا ممكن نركب الذكر ده على أنثى عاشقة بزيادة، يعني الطيرة بتكون بالبلدي كده بتزوف، أو إن الأنثى دي بتكون حابة الذكر أو عاشقة للذكر بصورة مبالغ فيها. الحالة دي بتخلي الذكر عنده نوع من الشغف والعشق الزايد للأنثى، ده بيشكل دافع قوي جدا للطير للعودة بأقصى سرعة، تمام؟ إذا من خلال هذا الكلام اتضح إن لكل مرحلة عمرية أسلوب مختلف في التحفيز، تمام؟ دلوقتي هنتكلم على بعض الطرق التي تزيد من الحماس لدى الحمام الزاجل للعودة إلى اللوفت بتاعه، تمام؟ أول شيء نظام الأرامل بالنسبة لطيور السرعة والمسافات المتوسطة والطيور أعمار السنة. نظام الأرامل ده اللي إحنا بنكون فاصلين الذكور على الإناث وبيتم الجمع بينهم قبل السبق ب10 دقايق، تمام. طبعا بيكون الطيور دي، طبعا انا بتكلم دلوقتي على الطيور اللي هي الشغالة او البالغة، كل ذكر هيكون مولف على انثى معينة، تمام. هنكون احنا مولفينهم ونكون طبعا قبلها بفترة مولفينهم وبنعزلهم لمدة اسبوع، وكل اسبوع نعمل نوع من اللقاء الى الذكر والانثى، تمام، عشان يقدروا يتعودوا على السيستم ده، تمام. هيجي في خلال الاسبوع اللي مثلا اخر الاسبوع هندخل الحمام ده السبق، بنيجي ندخل الاناث على لفت الذكور، تمام، وبنضع ليهم بعض القش، قطعة القش مثلا تتراوح من 20 سم كده مقصوصة بالمقص، تمام، بنرميها في ارضية اللفت. بتلاقي الذكور بتدخل بتخنن الى الاناث بتاعتها وبتبدأ بكل نشاط وحيوية بتلم القش ده. اذا احنا عملنا للطيور نوع من الحماس ان دلوقتي خلاص انتوا بنأهلكوا عشان العش، وان انتوا ايه هتبدأوا تبنوا العش بتاعكم. وبعد كده بعد مرور ال10 دقايق او الربع ساعة ده وقت كافي جدا، خلاص بنبدأ نحط او نضع الطيور بتاعتنا الذكور في اقفاص والاناث في اقفاص اخرى، وبنبدأ نتوكل على الله نروح نسلم الطيور بتاعتنا. طبعا في ذاكرة كل من الذكر او الانثى ان الذكر يعني معتقد ان انثى منتظراه في العين بتاعته وكذلك الانثى، تمام. فالطيور بتطلع او بتخرج من نقطة الانطلاق باقصى سرعة عندها عشان تقدر تلحق الذكر بتاعها، وخلاص عايزين يبدأوا الحياة الزوجية بتاعتهم المعتادة، تمام. فبيكون هنا الدافع الجنسي مهم جدا وبنلعب عليه مع خاصة في طيور السرعة والمسافات المتوسطة. طبعا مع الاستمرارية في التعامل مع الطيور بهذا الاسلوب بتبدأ الطيور تتفهم ايه المطلوب منها، وممكن بعد كده قبل السبق ما بندخلش الطيور قبل التسليم على بعضها، لكن بيكون اللقاء فقط بعد العودة. ممكن نسيبهم مع بعض بعد العودة من فترة من نص ساعة إلى ساعة بالكتير، مفيش مشكلة خالص، وبعد كده بيتم فصل الذكور في القسم الخاص بيها وكذلك الإناث في القسم الخاص بيها، تمام. بالنسبة للنظام الطبيعي، لو حضرتك
حابب تسابق بالنظام الطبيعي. لو الإناث قربت على وضع البيض لابد من منع الإشراك أو اشتراك الطيور الإناث في السباقات، ولا قبل وضع البيض بثلاثة أيام ولا بعد وضع البيض إلا بعد مرور 4 أيام أو 5 أيام على الأقل. دي حاجة مهمة جدا، لكن ممكن نشتغل على الذكور في الفترة بتاعت تحضير الأنثى للبيض. إحنا نوقف الأنثى مفيش مشاكل، لكن هنا هنستغل شغف الذكور ونشاط هرمون الذكورة داخل أجسام الذكور. فالذكور دلوقتي عندها نشاط وحيوية، فهنستغل النشاط ده في ان هو يكون حافز قوي ان الذكور تعود بسرعه للاناث بتاعتها عشان يحضروا للبيض او العش الجديد. وعشان نزود مفعول الاسلوب ده برضو هنقوم بوضع بعض من القش المكسوس زي ما قلنا في ارضيه اللوفت، تمام؟ فخلاص الذكر عارف ان الطيره خلاص او الانثى بتاعته بتحضر للبيض، وهو بيلم القش وكله تمام والامور زي الفل. هو دلوقتي خلاص معتقد ان هو خلاص هيتجوز والدنيا جميله، فاحنا بنشيله مع الصوره المطبوعه في ذاكرته دي ان الانثى مستنياه في العش بتاعها وهو بيلم القش وبتاع. فده بيكون حافز قوي جدا له ان هو يرجع باقصى سرعه يمتلكها باذن الله، تمام؟ بالنسبة للطيور مثلا، لو انت سايب الطيور برضو في النظام الطبيعي، عندما تكون الزغليل في عمر 12 او 13 يوم او 15 يوم بيكون الفترة دي مميزة جدا برضو لتحفيز الذكور، لان في الفترة دي بقى عنده العش بتاعه والانثى بتاعته والزغليل وبيطارد الانثى بتاعته تجهيزا للعش الجديد. فدي فترة ممتازة جدا ان احنا لازم نستغلها، وبيكون طبعا كل ده بيترتب على شخصية الطير. في ذكر بيدي نتائج كويسة وهو بيطارد الأنثى، في ذكر تاني بيدي نتائج كويسة وهو تحته زغليل. فحضرتك اللي هتحدد كل الأمور دي من خلال مراقبة أسلوب وسلوك كل طير عندك. أنا دلوقتي بقدم لحضرتك النقاط العريضة والأساليب، وحضرتك تقدر تطبقها على الطيور بتاعتك حسب ما يتناسب مع الطيور بتاعتك وحسب ما يتناسب مع شخصية كل طير عند حضرتك، تمام؟ بالنسبة للإناث في النظام الطبيعي، في حالة وضع البيض قم بتبديل البيض ببيض بلاستيك، تمام؟ وفي الحالة دي حضرتك تقدر تدرب كل من الذكر والأنثى في وقت واحد، لكن بشرط مرور 4 أيام على وضع البيضة الثانية للأنثى، تمام؟ عشان تكون الأنثى بدأت تسترد صحتها تاني، لأن زي ما حضراتكم عارفين إن البيض بيستنفذ قوة من الأنثى بشكل رهيب، تمام؟ فبتبدأ تدرب حضرتك الأنثى مع الذكر مفيش أي مشاكل خالص. وصولا اليوم 9 او اليوم 15 بيكون الزوج في افضل حالاته ويقدر يدي لك افضل اداء عنده، عشان هو خلاص عارف ان البيض او معتقد ان البيض خلاص على وشك انه هيفقس. فبيكون الدافع هنا اكتر او زايد للحمام او للذكر او الانثى ان هو يرجع وبسرعه باذن الله. طبعا كل اساليب التحفيز زي ما قلنا بيشترط الصحة العامة الجيدة ودخول الطيور في الفورمة ودخول الطيور في الجاهزية، تمام؟ وفي نقطة مهمة جدا لازم حضرتك تبقى عارفها، لما حضرتك تيجي تجمع الطيور بتاعتك عشان تحطها في الأقفاص تجهيزا للسباق، لابد ان حضرتك تبقى فاهم ان مش شرط كل الطيور تكون بنفس مستوى ومعدل الجاهزية، لذلك لابد من تحري الدقة في اختيار الطيور التي سوف يتم ادخالها في السباق عشان لا يحدث عند حضرتك اي فقد للطيور بتاعتك. طبعا ما تنساش ان الصحة والفورمة العالية هي اساس كل شيء، وهي العامل الاول والاخير في نجاح الطيور بتاعتك واتمام مهمتها على اكمل وجه باذن الله، تمام؟ بكده الحمد لله رب العالمين اتكلمنا بقدر المستطاع عن اهمية التحفيز وما هو التحفيز، واتكلمنا كمان على الطرق اللي بنستخدمها مع الطيور بمختلف الاعمار السنية للطيور بتاعتنا، تمام؟ واتكلمنا كمان على الشروط الواجب توفرها في الطيور قبل اقحامها في
السبق او دخولها في محطة سبق. تمام بكده الحمد لله رب العالمين، انتهت معلومة النهاردة. يا رب اكون نجحت في توصيل الفكرة، وطبعا بشكر كل الناس اللي بتتابعنا وبتقول في حقنا كلمة حلوة، وطبعا تحية شكر وتقدير لكل اعضائنا ومشتركين في القناة، ويا ريت ما تحرمناش من لايك وشير للفيديو لو عجب حضرتك، وما توقفش الفيديو عند حضرتك، ولو المعلومة شايف ان في حد تاني ممكن يستفيد منها يا ريت تعمل شير للفيديو عشان المعلومة توصل لاكبر عدد ممكن، واكتر عدد من الناس يقدر يستفاد من المعلومة اللي قدمناها لحضراتكم. ولو حضرتك بتشوفنا لاول مرة ولسه مش مشترك معانا في القناة، يسعدني ويشرفني جدا ان حضرتك تشترك معانا في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بمجرد النشر ان شاء الله، وعشان تقدر تتابع كمان كل اخبار القناة اول باول، وعشان كمان تتمكن من مشاهدة الفيديوهات القديمة التي تم عرضها على القناة الخاصة بيكم، قناة موست وانتد لوفتد شانل الخاصة بتربية الحمام الزاجل وعلومه. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة، وهذه تحياتي، اخوكم في الله محمد عاصي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.